تحديد القائمة الأساسية للأدوية التي يحتاجها المرضى في الجزائر، ذلك ما يعمل عليه قطاع الصحة من خلال جمع خبراء وأخصائيين في يوم دراسي. هذه الأدوية تعتبر ضرورية لما لها من أهمية في التداوي والعلاج. الأدوية الأساسية هي الأدوية التي تكون لها الأولوية في التداوي والاستطباب والعلاج والاستشفاء، وهي ضرورية في كل بلد. هناك إشكالات طرحها المختصون حول تحديدها وحول ضبطها وكيف يمكن التكفل بها من الناحية العملية. هذا ممكن إذا تم تحديد الأولويات وفق الأمراض المنتشرة والأمراض المزمنة إلى آخره. في بلادنا أظن أن الدولة لم تقصر في هذا المجال على الإطلاق، بل كان لها ميزانية ولنا كل تقريبا الأدوية التي هي ضرورية للمرضى. وضع قائمة للأدوية الأساسية سيشجع المستثمرين وفق خبراء لصناعة الدواء محليا، كما سيمكن أيضا من ضبط سوق الدواء بتحديد مسبق للأدوية التي لها الأولوية في الاستيراد. أنت عندما تكون عندك قائمة أساسية على الدواء، المستثمرين راح يستثمروا في هذه القائمة أغلبيتهم، فبالتالي أولا هي راح يكون عندك نسبة كبيرة منتجة محليا، ونسبة كبيرة نسبة أخرى ممكن تكون مستوردة، ولكن الوزارة تعود تعرف ما هي الأدوية اللي لازم تستوردها، فتوجدها من البداية، توجد القائمة تاعها وتستوردها في الوقت المناسب، وتدخل في مفاوضات مع المنتجين، وفي نفس الوقت أيضا الأطباء والناس يعرفوا بأن هذا الدواء، المرضى يعرفوا بأن هذا الدواء أساسي ينبغي استعماله، وهذا الدواء غير أساسي يعني تقدر تستعمله وتقدر ما تستعملوش. رغم التذبذب الذي مس بعض الأدوية مؤخرا، إلا أن السلطات العمومية تواصل جهودها لتوفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المرضى في انتظار تحديد القائمة النهائية لهذه الأدوية وفق الأمراض المنتشرة ببلادنا.